قصتنا اليوم قصة مغايرة بزاف، كتهضر على معنى الرفض والرفض في التاريخ، عن مغربية شابة سميتها سليكة هاتشويل من مواليد 1820. قصتها قصة، والوالدة ديالتها هي فاضنة، كانت جميلة بزاف وفاتنة، واللي شافها كيحماق عليها، ولكن الجمال ديالها هو اللي جابها لها. القصة بدات ملي واحد النهار ضربت مع الوالدة ديالتها، ضربتها وهي تهرب الدرية من الدار، ولجأت على الجيران ديالهم اللي كيسكنوا فيها بطبيعة الحال مغاربة مسلمين بطنجة، بلا الخبر الوالدة ديالها. جاهم صاحب الدار المنزل ديالته وسميته ولد منانة دينا، شاف هاد الشابة جالسة بالقرب من عيالاته وعجباته بزاف، وانجذب ليها بشدة الجمال ديالها، فحاول أن يحتها ويدير معها شي حاجة، ولكن هي ما بغاتش. هضر معها بلطف شديد لإغرائها، والو ما جابت حتى نتيجة. وراها المجوهرات الذهبية والفضية والملابس، ربما توافق على الاستمتاع أو الاستماع إليه وتزوج به. رفضت هاد الهضرة ديالو كاملة، حبسها في الدار باش ما تهربش باتجاه منزل والدتها. ولد للا دينا شاف راها طلعت للجبل وأنها رافضة، أمر ضدها بمكر وخيانة، وقال لهم راه هاد الشابة اعتنقت الإسلام بالفعل وماشي مسموح تخرج منه، ولا عرض القضية ديالته على العدول، وقدم له شهادة خطية مزورة مبينا أن الفتاة تحولت أمام الشهود وقبلت باش تكون مسلمة. الفتاة من جهتها نفات هاد المزاعم، ولكن ما تصمت لها حتى واحد، وقالت هذا راه باطل كبير عليا. الزعماء ديال مدينة طنجة خبروا والي وقاضي طنجة وعاودوا ليه اشنو وقع، بدور وعاود القصة للملك عبد الرحمن بن هشام اللي كان هذيك الوقيته فاس، وقال ليه بان هذه الفتاة المراهقة اعتنقت الاسلام بخطرها وبغات تخرج منه. الملك عبد الرحمن بن هشام شاف القضية وبقى حائر فيها، ونصح الساعد الايمن ديالو اللي هو باليماني باحضار الفتاة المراهقة الفاس اللي درست القضية ديالها عن قرب. جابوا الدرية، شافها الملك واستمع لها، وقال لهم ديروهم على الخدمات ديالو، على الرغم من أن الملك كان حكيم ومستقيم ورحيم، وما كانش كيأذي اليهود المغاربة، وما بغاش يشوف شي وحدة تخرج من الإسلام أمام الفقهاء بلا ما يدير شي حاجة ولا محرج بزاف، وبغى يلقى شي تخريجة، وسرع مع الخدم ديالو. أمر الملك عبد الرحمن بن هشام أحد الخدام ديالو اللي سميته ولد منانة لإعادة التأهيل ديال هاد الدرية هادي باش ترجع للأقوال ديالها والتعامل بلطف وبإغراء مع الفتاة اللي كان كيشوفها كيتبهر بالجمال ديالها، مع ذلك كانت دائما رافضة. أمر السلطان في المرة الثانية باش يديهم على الزوجات ديال السلطان ويوريوها جميع الغرف المليئة بالذهب والفضة والمجوهرات من جميع أنواع الخواتم والسلاسل والملابس الحريرية الفاخرة، وعدها بأنها إلى بقات مسلمة غادي تولي الزوجة ديال الملك. الفتاة كانت فقيرة بزاف وما عندها حتى شي طموح للعظمة، رفضت كل هاد الهضرة وما بغاتش تراجع، بغات فقط ترجع لدارهم في طنجة. خلال فترة الحبس تعرضت للإغراءات والضرب والتهديد الوعيد، وأخيرا سلموها إلى رئيسة زوجات الملك بالدرجة، هي عرفة السلطان وكان اسمها علاء بني. قبل ما ينفذوا الحكم عليها عذبتها بزاف بالعصا والضرب وخوفاتها، وجابوا موس ماضي وداروا فيها بعض الجروح في يدها باش تخاف. عرفوها طريقة ثانية على نساء السلطان وحدة وحدة من جنسيات مختلفة باش تقتنع وترضى بالسلطان، لكنها رفضت وقالت لهم، قالوا لها علاش هذا الخوف، كوني بحالنا حنا عايشات مزيانين وبشكل جيد، ما بغاتش تراجع الهضره ديالها. طوال الفتره ديال الحبس ديالها ما بقاتش بغات تاكل، فذاك الوقت كان الخام رافائيل حاستور فاتي هو من المسؤولين الكبار ديال الملك، وكان شخصيه مهمه في القصر، وكان جميع كبار الضباط ديال البلاط جزء من المعارف ديالو وصحابه، كان كيرسل لها الماكله تخبيه. كان ردها ما غاديش يتزوج وغادي تبقى على العقيده ديالها. امام هذا الرفض استشار الملك القذاف فامروا بقتلها في ساحه عموميه.
وحتى في اللحظات الأخيرة وهم غاديين بها لم تتراجع عن أقوالها، ولات مخلدة عند المغاربة كبطلة كبيرة لعزة النفس ديالها والتصميم ديالها والعزيمة الكبيرة، ولم تغير مما قالت به رغم التهديد والوعيد والإغراءات. ماتت وفي عمرها 14 عام سنة 1834 بشكل مأساوي. تم قطع الرأس ديالها في مشهد مريع في واحد الساحة في فاس اللي أثار الخوف في النفوس، وطلقوا عليها المغاربة هذيك الساعة اسم لالة سوليكا، رغم أن اسم لالة كيعني في اللغة العربية العشيقة. تم حمل جثمانها بكثير من الدموع إلى داخل الملاح ودفنها، ولا كل شيء كيعيط لها لالة سوليكا. في البداية تم دفنها في المقبرة القديمة بفاس عام 1834، ولكن في عام 1884 طلب السلطان الحسن الأول نقل هذه القبور، وتم دفنها في مكان آخر، ولا تزال إلى اليوم مزارا للعديد من المغاربة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.